أشجار مثمرة لم تكن تزرع بهذه الأرض الفلاحية. أنواع من الفواكه كانت حكراً على بعض الولايات، ها هي اليوم تجنى وبكميات وفيرة. هنا برج بوعريريج سواعد لا تكل ولا تمل، آمنت بأفكارها فحولت هذه المساحات الفلاحية إلى أشجار تنتج أجود أنواع التفاح والرمان. قبل ما نحطوا هذه الأشجار درنا تحاليل تاع التربة، حبينا نعرفوا وشنه هو البورتغراف اللي تحتاجه هذه المنطقة. درسنا الجو والارتفاع على سطح البحر وتحاليل تاع المياه باش حطينا هذه الشجرة اللي راك تشوفها. قادرين نوسعوا ونغرسوا لانجاص، نغرسوا أنواع أخرى تاع تفاح. المناخ الملائم في هذه المنطقة الفلاحية جعل من أرضها خصبة لاحتضان مختلف أنواع الأشجار المثمرة، ما شجع الفلاحين لخوض هذه التجربة. الرمان نتاعنا نتاع بلدية تاق العيت هو الأحسن، المناخ نتاعو يساعد لكل الأشجار، الزيتون، تشينال، القرص، الحوامض نتاعو حاجة أخرى، الكرم، التفاح، الانجاص. المشاكل اللي عندنا هي المياه ما كانش، هذا هو الآخر. المنطقة ما شاء الله. النجاح الذي شهدته زراعة هذه الأنواع الجديدة من الثمار ببرج بوعريريج جعل المصالح الفلاحية المحلية تعمل على توسعة المساحات المغروسة لمضاعفة الإنتاج. الشعب الجديدة التي تم إدخالها على مستوى ولاية برج بوعريريج وخاصة التفاح المكثف والذي شهدته الولاية في السنتين الأخيرتين شيء مشجع ومشجع جدا، وأضفى نتائج كبيرة وكبيرة جدا تجعلنا نقوم بمرافقة هذه الشعبة والاستمرار في توسيع المساحات المغروسة. توفير المرافقة التقنية للفلاحين وتوسيع المساحات المزروعة في شعبة الأشجار المثمرة، كلها إجراءات اتخذت ببرج بوعريريج لتنويع الشعب الفلاحية على أمل أن تعمم التجربة على باقي ولايات الوطن.